اللواء الزبيدي يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية ويستقبل السفير الهولندي لدى اليمن. محافظ حضرموت يعلن اعتماد استحداث رحلة جديدة من جدة لمطار الريان الدولي ضمن المساعي للاستئناف الكامل لرحلات المطار. لقاء بالمكلا يقر الاحتياجات الأساسية لتحسين مدينة المكلا والمدن الرئيسية. الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت يدشن ورشة العمل حول عمل تعزيز الإنذار المبكر والتنبؤ باليمن. السلطات بالعاصمة عدن تنفذ حكم الإعدام بحق قاتل طفلة التواهي.